منورنا ومعانا دلوقتي عن طريق زوم الكاتب الأستاذ مارك أمجد الفائز بجائزة الدولة التشجيعية لعام 2024 عن روايته القبودان. هنعرف منه تفاصيل أكتر عن الرواية وهنعرف منه تفاصيل أكتر عن الجائزة. مساء الخير أستاذ مارك. أهلا بيك يا أستاذ روني. هلو، إزاي حضرتك؟ وطبعا أولا ألف ألف مبروك على الجائزة. الله يبارك في حضرتك، ميرسي، شكرا ليكي ولكل فريق الإعداد. كلمنا عن شعورك لما عرفت ان حضرتك هتفوز بجائزة خاصة جدا زي طبعا جائزة الدولة التشجيعية، خاصة انك شاب طبعا ولسه اكيد في بداية مشوارك. يعني اول ما تلقيت مكالمة من جهة صحفية انا ما صدقتش، دي تاني سنة اللي اقدم في الجائزة لكن مش اول جائزة افوز بيها. انا سبق فزت بجائزة ساويرس سنة 2018 وليا 6 مؤلفات، ولكن عدم تصديقي كان لاعتقادي ان دايما الجوائز الكبرى زي جائزه الدوله التشجيعيه بتروح للمؤلفين اللي هم الاكثر مبيعا او اللي هم ليهم انتشار اوسع. فالحقيقه فوزي بالجائزه كسر عندي الاعتقاد ده واكد لي ان الجوائز في مصر ممكن تروح للناس اللي بيؤمنوا بالجهد والسعي. طبعا طبعا ده حقيقي. وخلينا نتكلم عن رواية حضرتك ونعرف بيها المشاهد أكتر. الرواية بتدور في منتصف القرن ال19 عن حرب ما بين العثمانيين والروس، ليه اخترت الفترة الزمنية دي تحديدا؟ هو في قول شائع بنسمعه أوقات لدرجة إن إحنا اعتبرناه يعني زي كليشيه إن التاريخ بيعيد نفسه، ولكن يؤمن بحقيقة ده. وفي بعض المناطق التاريخية هي مفصلية، هي مش هي مجرد مناطق عابرة ممكن نجتازها، ولكن لو وقفنا عندها نقدر من خلالها إن إحنا نعيد قراءة الحاضر ونقدر نفهم الواقع اللي بنوصل له مر بيه، يعني تركيبة الشعب المصري، المصطلحات، اللغة، طريقة التفكير، كل ده مر بمراحل زمنية معينة. تعتبر الفترة العثمانية مهمة جدا في تاريخنا عشان نقدر نعيد قراءة أمور كتيرة. عايز اتكلم مع حضرتك عن حسن باشا الاسكندراني كمان، الحقيقة كلمنا أكتر عنه وليه اخترت الشخصية دي تحديدا إنك تتكلم عنها؟ شخصية حسن باشا الاسكندراني هي شخصية حقيقية موجودة في كتب التاريخ، ولكن من حق المؤلف في أي رواية تاريخية وليس دراسة تاريخية ان هو يبتدي يعيد تشكيل هذه الشخصية وفقا لأهوائه او وفقا لسياق العمل. ده طبعا مثلا بنلاقيه موجود في افلام يوسف شاهين. وانطلاقي من هذه الشخصية لان هي قامت بدور بطولي في البحرية المصرية في الوقت ده، وكنت شايف انه جزء من تمجيد تاريخنا وتمجيد قواتنا المسلحة انه لازم نسلط الضوء على أعمال بطولية قام بها شخصيات من التاريخ ولكنها لم تحظى بالاهتمام الكافي. ده كان سبب اختياري لحسن باشا الاسكندراني لأن احنا ممكن نلاقيه في أمثلة كتير من واقعنا الحاضر. ممكن نشرح كمان للناس معنى كلمة قبودان، يمكن مش كل الناس تعرفها، هي كلمة تركية، إيه معناها؟ صحيح، كلمة قبودان هي من القاموس العربي التركي وهي كانت مستخدمة في هذا الوقت اللي بتكون فيه أحداث الرواية ومعناها قبطان، قبطان بحري، وكانت بتستخدم بسياق عسكري، يعني يقال ان مثلا هذا الاسطول ابحر بقياده القبودان حسن باشا الاسكندراني، وهذا هو استخدامه. الجائزه بتمثل ايه لحضرتك استاذ مارك؟ وطبعا اكيد كل كاتب بيكون سعيد جدا باي جائزه، بس تم حضرتك في سنك الصغير ده تحصل على جائزه الدوله التشجيعيه، اعتقد ان ده اكيد بيمثل لك يعني حافز كبير جدا انك تكمل وانت على الاقل مطمن وعارف انك اكيد ماشي على الخطى الصحيحه. حسيت بايه وبتمثل لك ايه الجائزه بالنسبه لكاتب شاب زي حضرتك؟ زي ما حضرتك بتقولي يا استاذه رانيا، هو بيبقى اشاره ان الشخص ماشي على خطى صحيحه، وفي نفس الوقت هي تكليل ومكافاه لكل المشوار اللي فات. انا بدات اكتب من وانا عندي 12 سنه ونشرت اول كتاب سنه 2016 مع دار الثقافه الجديده، فالنهارده في 2024 نوال جائزه بهذا الحجم هو مكافاه على مشوار طويل، لكن في نفس الوقت هي نقطه او محطة خطيرة لأن هي بتخلق تحدي للكاتب ولازم يتفوق على نفسه بشكل أكبر في المرحلة القادمة. طبعا طبعا، وإن شاء الله تقدر تتفوق في كل اللي جاي. قولي في أي جديد حضرتك بتحضر له دلوقتي؟
أنا بستعد لعمل روائي جديد، هو السيما الخاصة بيه هي عن مجال الألعاب القتالية. الحقيقة في أكثر من عمل سينمائي، يعني حوالي 2 أو 3 تناولوا هذا الموضوع، ولكن مش بتركيز أو مش بعمق من وجهة نظري. فالرواية اللي جاية ليا هي بطلها لاعب فنون قتالية، بحاول من خلال هذا العمل إن أنا أرصد هذه البيئة، لأن هي عالم منفصل تماما، ليه لغته وليه أكواده، ومش مطروق قوي في مش مطروق في أدبنا المصري أو العربي بشكل عام. أتمنى إن أنا أقدر أحقق فيها يعني نوع من الصدق أو نوع من الإنجاز. إن شاء الله. أنا بشكرك ونورتنا، وإن شاء الله المقابلة اللي جاية تكون منورنا في الاستوديو. شكرا جدا أستاذة رانيا، ميرسي وشكرا للقناة والفريق الإعلامي. ميرسي لحضرتك.